بنرحب بالمنتج حسين جابر المنتج برنامج ارب ايدل معانا في اليوم. خير خير اخبار اليوم مساء الخير ومساء الخير لكل مشاهدين اخبار اليوم بنبارك لكم النهارده على انطلاق الموسم الثالث من برنامج ارب ايدل وعايزين نعرف ايه اهم ما يميز الموسم الثالث عن باقي المواسم السابقه الموسم الثالث اللي بيميزه انه صار اكبر خريطه الانتشار تبعت ارب ايدل اكبر كنا من سبعة ثمان بلدان نروح نزورها بالسنه صرنا 12 بلد رسميا اللي غير رسمي هو عدده أكبر بكتير من هيك يعني نحن قبل ما ننطلق بالسفر عملنا رحلة بحث عن المواهب الأماكن اللي نحن عادة ما بنروحها مثل السودان، الصومال، اليمن عملنا بحث فريق صغير بلش يشتغل يدور يشوف وين في مواهب لحتى نقدر نجيبهم على البلدان الكبيره اللي نحن بنروحها سو الخريطه صارت اكبر بكتير يعني المشاهد راح يحس بنكهات الغناء العربي نكهه جزائرية المصريه الشاميه الخليجيه صارت الخريطه اوسع بكتير من قبل بعد لجنة التحكيم هم نفس الأربعة نجوم اللي كانوا موجودين في الموسم اللي فات يبقى الحال على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء ما في شيء يعني لهلا ما في شيء نحن فينا نحكي فيه باللجنه نحن هلا مرحله تجارب الاداء بعد هيك شو بيصير شو كذا اكيد ام بي سي بتعلن عن كل شيء بوقته المناسب بالنسبه لما يتعلق لجنه التحكيم هل في مقومات معينه انتم بتبقوا عايزينها في المتسابق اللي بيتقدم للمسابقه انه يكون مؤمن بموهبته يعني انا اذا بسال واحد هل بتشوف بنفسك العرب ايدل بيقول ان شاء الله ما بحس انه ما اذا انت مش مؤمن بنفسك كيف الجمهور كيف الجمهور بده يؤمن فيه ويصوت له دائما انت بتقولي لحالك كل مشترك هو بوتنشل او محتمل يكون هو الارب ايدل يعني احنا هديك السنه ما قلنا محمد عساف رح يكون الارب ايدل او السنه اللي قبلها كارمن هي الارب ايدل كنا عم نقول هدول ال12 ممكن يكون الارب ايدل هدول ال27 ممكن يكون الارب ايدل فهذه هي المعايير نحن بناخذها انه يكون عنده ثقه بنفسه لا يقدر يقدي على المسرح الفائز اللي حيفوز بلقب ارب ايدل ايه البروجرام بعد كده بي يعني بيوصله ازاي لان هو يكون بقى نجم هلا البرنامج كبرنامج نحن بالتعاون مع بلاتينوم ريكوردز عم يمضي عقد مع مع الفائز هلا بعرف في كتير ناس بلمونا على قصة مساله كارمن والتاخير بس اللي بيعرف كيف ام بي سي بيفكروا بيعرف انه هن بيفكروا صح نحن ما حبينا نرمي كرت بوضع مش مناسب يعني كارمن لو كانت طلعت ألبوم أول ألبوم لإلها بالوضع اللي كانت عم تمر فيه البلد خاصة بمصر وكذا كان كان ما حدا سمعه بس استنوا الوقت المناسب بس هدت الأوضاع والوضع بشكل عام صار أحسن نزل الألبوم تبعه نفس الشيء محمد عساف عم بيشتغلوا عليه نحن كأم بي سي يعني صار عملنا برنامجين شاركوا فيه هدول محبوبي انا كل نجوم حتى ذا فويس وقرب ايدل شاركوا فيه صاروا هن كانوا البريزنترز ستارز ايه اون بورد برنامج كمان ايه صورناه بامريكا كمان هدول المشتركين يعني ظهور من عدم من خف عند الناس عنا البي ار والسوشيال ميديا بضل يغطي حياتهم عملوا هيك سووا هيك فهدول الناس عم نهتم فيهم بطريقه او باخرى بس هو الشخص اذا ما اشتغل على حاله لو مين ما اشتغل ما حيوصل لمكان برنامج عرب ايدل خلاص الناس بقت واخده خلاص هو ده البرنامج اللي هو اصدق وبيحقق يعني اي متسابق بيشارك فيه فعلا بيوصل للنجوميه، شايف ايه اللي خلى بروجرام عرب ايدلز هو احسن بروجرام في اكتشاف المواهب؟ هلا اكيد في برامج كثير يعني في كتير برامج قويه بالساحه وبتنافس عرب ايدل بس نحن حظنا الحلو بالمشتركين نحكي صراحه انه يعني مشترك يعني مثلا مثل هذيك السنه انه بالفاينل ما حدا في ينكر انه فرح ومحمد عساف واحمد جمال كانوا اصوات حلوه باول موسم كارمن ويوسف ودنيا بطمه ما حدا في ينكر انه هن كانوا من الاحسن بهدول فالناس عم تشوف عمليه الربح وخسارة فيها منطق لانه هن عم بيصوتوا وعم بيكون في منطق بالربح والخساره فالناس قليلة قليل لتقول حرام دعانه خسر او هدول خسروه او في تزوير بالتصويت هلا بضل في ناس يشكوا يمين وشمال بس انه المنطق هو بيحكم نفسه بالنهايه بالنسبه اللي فعلا بيوصلوا للمرحله خلاص النهائيه اللي هم بيقفوا جنب المتسابق الفائز بلقب اربع ايدول دول انتم مش بتساعدوهم باي شيء؟ هلا البرنامج اوريدي ساعدهم المحطه اوريدي ساعدتهم يعني من غير يعني شوفت نفس بيقولوا بس انه بالفعل ام بي سي هي المحطة الأولى عالمية بالعالم العربي أنا لما أجيب شخص ما حدا كان يسمع فيه من قبل ويطلع لو بثلاث حلقات أربع حلقات صار يمشي بالشارع هي هيدا فلان الفلاني كان بيغني لك حتى أنا مس أنا بعرف المشتركين كلهم ومتابعهم وبشوف أخبارهم في مشتركين طلعوا بحلقة واحدة صاروا عم يعملوا حفلات رأس السنة وحفلات كذا وحفلات كذا ونجم أرب أيضا فهيدا يعني المساعده بطريقه غير مباشره انك انت عم تطلقي ايه؟ وهو هدف هيدا هدف البرنامج مم. انه يطلق هدول العالم ليشوفوهم الجمهور. جبر معنا في بابا اخبار اليوم منورتنا وان شاء الله الموسم الثالث يحقق نجاح اكثر من الموسم الثاني والموسم الاول. ميرسي لك ومرسي للكل وان شاء الله بنوعد الجمهور بموسم احلى واحلى.